في المستهل وفي الشأن الطاقوي احتلت الجزائر المركز الأول عربيا من حيث الاكتشافات النفطية والغازية الجديدة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري حسب ما أفادت به منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول أوبك. وأوضحت المنظمة في تقرير ورد في نشريتها الشهرية أن الجزائر سجلت منذ مطلع العام الجاري وإلى غاية نهاية أوت الماضي 7 اكتشافات جديدة تشمل 4 اكتشافات نفطية و3 اكتشافات غازية. وخلال الثلاثية الثاني من العام الجاري سجلت الدول الأعضاء في أوبك 8 اكتشافات جديدة، 4 منها في الجزائر و4 أخرى في الإمارات العربية المتحدة. تعد الوحدة الجديدة التابعة للمؤسسة الوطنية للمنتجات المنجمية بدائرة مغنية بولاية تلمسان من أهم الوحدات التي اختصت في إنتاج مواد البناء عالية الجودة، والتي كانت في وقت سابق تستورد من الخارج. روبورتاج مختار مذكور. هي الوحدة 24 التابعة للمؤسسة الوطنية للمنتجات المنجمية الخاصة بمواد البناء. اختير لها دائرة مغنية لتعزيز القدرة الإنتاجية الوطنية استجابة للطلبات المضاعفة في قطاعات الطاقة، الأشغال العمومية والري. الطاقة الإنتاجية تاعها 120 ألف طن سنويا، يغطي كل احتياجات الوطنية مع إمكانية تصدير إلى الخارج. منجم يحوي حوالي 5 ملايين طن من المادة الخام التي سنقوم بتحويلها ولإنتاج بنطونيت يلبي حاجيات السوق الوطنية. تصنيع مواد أولية كانت في وقت قريب تستنزف الخزينة العمومية، والاتجاه الآن نحو وقف الاستيراد نهائيا. بالإضافة إلى المحطة الحموية اللي موجودة فيها، إن شاء الله يكون عندها مصنع أيضا في هذا الإنتاج، سيسمح إن شاء الله بخلق الثروة وأيضا مناصب الشغل بالنسبة لأبناء هذه المنطقة. كمية المنتج تقابلها النوعية، وهو ما يرشحه لدخول عالم التصدير من بوابة إفريقيا. بمشاركة 122 عارضا من شركات خاصة وأجنبية مختصة في البناء والأشغال العمومية، وبزيادة في المشاركة قدرت ب20 من المئة مقارنة بالطبعة السابقة. تميز الصالون الدولي للعقار والبناء والأشغال العمومية لناحية الشرق بقسنطينة تميز بتنوع المنتجات، وهذا ما يؤكد نجاعة قانون الاستثمار الجديد في الميدان. التغطية لأمينة بطوش. بعد وضع القاعدة الاقتصادية المتينة، عديد الشركات اليوم برهنت عن تحكمها في مسار الانتاج تلبية لاحتياجات السوق الوطنية والوصول إلى الأسواق الخارجية ببعث ديناميكية جديدة للاستثمار، وهو ما كان واضحا في الصالون الدولي للعقار والبناء والأشغال العمومية بقسنطينة. رانا عندنا كما يقولوا السرعة في الإنجاز بفضل المواد الأولية المتوفرة، وبفضل السيادة الرشيدة للسيد رئيس الجمهورية اللي عد جميع التسهيلات في جانب الاستثمارات من عقود ورخص بناء وكلش. هذه الأسباب رانا كلصنا في مدة الإنجاز وخفضنا في السعر اللي يكون في متناول جميع فئات. نخدم كل حاجة هون، تريسودي، كوفراش، ميتاليك، سوتاش، والاكسسوار تاع الكوفراش الميتاليك والسوتاش نخدمهم كل. نحن نسعى كل حاجه نصنعها في الجزائر، ما نجيب حاجه من الخارج. سيتم تنصيب الشباك الوحيد للاستثمار لاستقبال طلبات المستثمرين والمتعاملين من أجل مرافقتهم. ولتحقيق تنمية شاملة سيكون الصالون حتما فضاء للتعريف بالمنتوج المحلي، وكذا إبرام شراكات بين المتعاملين الاقتصاديين. المعرض هذا بعد رانا ناخذ دي سي دي، يعني ممكن نحن نوسعوا في الشركة تاعنا، من كانت شركة غير تعبينا ممكن نوسعوا في حوايج أخرين. بمشاركة 122 عارض بزيادة 20% مقارنة بالطبعة الماضية، هذا يعني يدل على اعتماد القانون الجديد للاستثمار. فالمناخ متاحنا اليوم لتنويع الاقتصاد الوطني من خلال هذا الصالون الذي يتيح فرصة الترويج لمختلف المنتجات المتعلقة بالبناء.
شرح قانون الاستثمار الجديد والنصوص التطبيقية وأثره على الاقتصاد الوطني شكل محور يوم دراسي نظمته مديرية الصناعة بوهران. التغطية لكامل يحمو. مقومات ومؤهلات تسخر بها ولاية وهران جعلت منها قطبا صناعيا بامتياز، خاصة بعد فتح أبواب الاستثمار للشركاء المحليين والأجانب. وكادت التدابير الجديدة الواردة في قانون الاستثمار الجديد، احنا علينا الخدمة، احنا رانا هنا باش نخدمو، يا با بروبليم. الكفاءات موجودة الحمد لله. حنايا لا سوسيتي تاعنا راه فيها دي جون اللي قراو في الجامعة الجزائرية. لي برودوي تاعنا سي دي برودوي جديد في المارشي الجزائريين. انا سافرت وشفت شويه في العالم لي زانفيستيسور، ما ظنيتش كاين تدعيم لانفيستيسور ولا تسهيلات كيما عندنا حنا في الجزائر. هذه انا نشهد عليها اون طونك انفيستيسور. ولمعرفتي والاطلاع على المزايا والتحفيزات التي قدمتها الدوله في مجال الاستثمار، نظمت مديريه الصناعه لولايه وهران يوما دراسيا حول قانون الاستثمار الجديد. كل المتدخلين ذكروا يعني سلبيات القانون القديم والذي تداركها القانون الجديد، والذي لا محالة سيكون في صالح المستثمرين وصالح الاستثمار وصالح الاقتصاد الوطني. برنامجه كذلك يتمثل في شرح هذا القانون من ناحية المزايا أثناء الإنشاء مؤسسة، أو كذلك المزايا أثناء إنجاز المؤسسة في طور الإنجاز، كذلك أثناء مرحلة الاستغلال بحضور متخصصين. على بالنا بلي هذا القانون الاستثمار جاء ليحفز ولكي تواصل المؤسسات الوطنية إنتاجها. احنا نتمنى أن المستثمرين عن طريق هذه الأيام الدراسية يفهموا القوانين هذه تاع الاستثمار، ما لهم وما عليهم. وكذلك كاين نقطة أخرى مهمة، من أجل باش نكثروا من هاد المتعاملين وهاد المستثمرين باش يساهمونا في الثروة، وعن طريق ما يسمى بأرباح الشركات والمساهمة تاعها في الميزانية تاع الدولة، بدل من الاعتماد الكلي على الدولة. وتأتي هذه الحركية بالموازاة مع قرارات رئيس الجمهورية الرامية إلى تنويع فرص الاستثمار ورفع قيمة الصادرات خارج المحروقات، حيث سجلت ولاية وهران مؤخرا رفع القيود عن أزيد من 200 مشروع استثماري. مؤشرات أسعار النفط، حيث تراجعت أسعار العقود الآجلة لخام برانت اليوم إلى 91 دولارا و39 سنتا للبرميل عند التسوية، لينخفض في إجمالي تعاملات اليوم بنحو 41 سنتا، فيما تراجعت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنحو 0.47 من المئة ليسجل 85 دولارا و5 سنتات للبرميل. ننتقل الآن إلى أسعار المعدن الأصفر، حيث ارتفعت قيمة العقود الآجلة للذهب لتستقر عند مستوى 1656 دولارا و66 سنتا للأوقية، أي بنسبة 1%، فيما استقر الذهب في التعاملات الفورية عند 1653 دولارا و31 سنتا للأوقية الواحدة. ختام النشرة الاقتصادية بنافذة على أسعار أهم العملات الأجنبية مقابل الدينار الجزائري. ختام الموعد الاقتصادي لنهار اليوم، عودة إليك أميرة.